ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين قصتنا عن نش الحمام مع اخونا الغالي احمد. وهنسمع بقية القصة وازاي تبقى غاوي حريف. استاذ احمد جواز عندك والله احنا الناس بص في الكومنتات يعني لا والله عم الناس دي على دماغنا والله جميل قوي اتمنى يعني. بس نكون يعني عند حسن ظنهم بنوصل رساله فعلا ان احنا كلنا بنوصل لبعضينا وكلنا بنتعلم انا حد علمني واللي علمه ده علمني وانا بقى يعني احنا بنوصل ودي غيه بالظبط دي غيه وحاجه احنا بنحبها فبنحاول ان احنا يعني نتكلم فيها ونبني فيها وبنتنفس فيها كمان بالظبط بس كنا وقفنا عند السنه الثانيه في الضلمه الحمام اللي هو خلاص تمام او سنه وصفى الحمام الحمام بقى طلع صفى مثلا كانوا 40 بقى 35 كانوا 35 بقى 30 اي ايا كانت الكميه طيب. بقى اركز في الحمام ده ابتدي بقى استعد للضلمه ان شاء الله بقى الضلمه بقى الثانيه طبعا هو حصل اختبار كويس قوي في اول سنه والحمام ادى كويس وبقى حمام كويس قوي منقص او نقص حاجات بسيطه او منقص المهم ان ربنا وفقنا وكده بقى انا داخل قلب جامد بالضلمه الثانيه في حاجات كتيرة ممكن تحصل في غيط الضلمة التانية انت ممكن تعملها تدرسها في سلوك الحمام بتاعك بالضلمة الأولانية بمعنى الحمام رسي كبر رجليه تقلت شوية قوي بس الحمام يعني ايه خلاص انا مثلا ببقى عارف ان انا مثلا باخد في ديرة ورغم منطقتي عارفين ان الحمام بتاعي مثلا بيرمح في ثقة بينك وبين حمامك الحمام بتاعي برضه بيخرج برضه مش كبير قوي في السن ولا صغير قوي وأصلا وبس نقول ان هو صغير برضه مش كبير قوي ابتدي مثلا انا عايز اغير وش الحمام يعني عايز اغير وش الحمام يعني عايز مثلا اخلي الحمام ده بدل ما ياخد مثلا في سكه ياخد في سكه ثانيه تمام او مثلا واحد انا عجبني نشه قوي في منطقه بعيده عني شويه بس ممكن نطول بعض فهو برده نفس الكلام فاحنا عايزين ايه انا هو نلتقي في الضلمه ففي حته كده تركيه ممكن نعملها انا وهو ممكن انا ودي بكل بساطه لو هو مثلا حد زيي ممكن اديله حمامتين من بتوعي تمام ويديني حمامتين من بتوعه احطهم عندي في الحمام بتبوبهم ممكن انشهم تمام ممكن انشهم عندي في الغيه اقعدهم عندي وفي ثقه ما بينهم وبينه وممكن انا اقتني حمام من بره من السكه دي عشان خاطر يخليني اخد في المكان ده لان هو هيطلع مع الحمام من الغيه وهيروح الاتجاه ده فانا عايز في كذا طريقه ان انا اما اخد منه حمام وهو ياخد مني حمام عشان بس نطول بعض اما من غير ما اوصل له وصلي بس مجرد انا اعرفه بس ان ده عنده كويسه ان انا اوصل لسكه من بعديه او في سكته ان انا اخد حمام ومش حمام كتير هو هنا بقى الدشار لي دور في الحته دي دور بس ودوره الحاجه انا عايزها وبعد كده مش فارق معايا بقى ان كان ضاع روح مش مشكله بالنسبه لي بس هو انا قالني في 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 بوينت انا محتاجها بالظبط تمام في نفس الوقت برضه انا بحاول ان انا استمتع ومتع نفسي ومتع اللي حوالين مني تمام فممكن انا اول ما اخش خلاص الحمام بيجي يقلش 7 و8 وبيخلص في قصه ممكن نتكلم فيها بعدين تركها في حلقه ثانيه بس خلينا بس في الحته دي الاول عشان نبدأ عشان تبقى عشان الناس ما تشتتش خلاص خرجت من القلش شمست الحمام وانا في القلش تمام بشمس الحمام ممكن اخد اجيب مثلا خمس حمامات طب مثلا في بيبان تمام ممكن الخمس حمامات دول وانا هرمي ضلمه بقى الخمس حمامات دول او الاربع حمامات دول يكونوا مسك ممكن انا اقعدهم في بيبان من غير نتش لو اقدر طبعا دي تبقى صعبه وحمام ياشي عندي ممكن احط الحمام ده ادوم نتش بس كده ايه وانا لسه بشمس مجرد بس هم يطلعوا وينزلوا على النتش ويقعدوا عندي بحيث اما اجي انا اقود الحمام يلا هم يجهزوا من الحمام وابتدي ارميهم في الحمام بحيث ان الحمام في الوقت ده تمام ايه يروح السكه دي وابتدي بدل ما برمي اولها مثلا 35 او 40 او 55 ارميها رفيع شويه ونقي الحمام اللي هو الجرار اللي عندي اللي هو اللي بيحب يفتح اكيد في الحمام ده في حمام بيحب يجر كده ظهرت جرارات في الحمام تمام وحمام بيحب يتروي انت دايس وعارف سلوك حمامك ابتدي مثلا اولها ربع وحاجه 20 احط فيهم الخمسه دول بحيث ان الحمام ده ايه كل ما الاولى تخف كل ما الاولى تبقى سهله في جريها تمام لو ربنا وفقني ان شاء الله طبعا هي مش هتتم في اول يوم ولا في ثاني يوم ولا في ثالث في اول اسبوع في الضلمه والحمام ابتدى يتعتع ويخرج بره المنطقه ووصلت للهدف خلاص وصلت للهدف ابتدي بقى طعم الاوراق بتاعتي
خمسه بقى روحوا الخمسه قعدوا الخمسه جم مش شاغلني، انا شاغلني ان الحمام ده يتحرك ياخد في ديره ثانيه ويحاول يطول مجال ثاني، بحيث ان انا ابحث عن اكبر متعه واثبت لنفسي شيء وانا عملت حاجه. طب اسالك سؤال حلو. اتفضل. الحمد لله وراح المنطقه، انت طبعا انت مش شايف الحمايه، الحمام مشي تمام فهو مش ويك خالص، انت مش شايفه تمام. هل الحمد ده وارد وهو راجع يرجع مضروب منه حمام؟ طبعا وارد. وارد طبعا. وارد بنسبه ممكن تكون ضعيفه كمان. ليه بقى؟ لان الحمام ده عمر ما هو ده غير صغير، لا في مصر وهو صايع مرمط. وبعدين في حاجه برضو انا بعملها في حمامي، ودي مش بجبرها على جوايا، انا الحمام ده وهم زلوا صغار بيتموا ضحاوه بيلفوا مصر، انا باخد الحمام ده في زبته بعيد عن الناس، يروح اليوم من اماكن بعيده بتضربهم زي بتوع الزاجل بالظبط. انا عمري كنت في الجيش في الاسلحه الصعبه، لازم ابقى انا واصل ليفل في الباور غير عادي. شخصيتك بتبان في حمامك. انا بحب اوصل حامل كده. في بعض الناس ما تقترحش في الموضوع ده، لكن هي الغية اصلها مش اصولها يعني فعلا الحم قلبه من قلب صاحبه؟ طبعا. يا باشا في حاجه اسمها علم الطاقه، والطاقه بتاعتك بتنقل لحمامك. طبعا الموضوع مش هنتكلم فيه، خلينا نتكلم بس في الايه؟ في الناس ممكن تفهمه واللي احنا ممكن ايه نوصله. انا الحمام ده من هو زغيل صغيره بيتمرمط مرمطه غير عاديه لحد ما يوصل للضلمه، ده الحمام ده متمرمط ومر بمراحل تدريبات عاليه جدا صنايعي فوق طاقته. بس مش فوق طاقته ان انا يعني بعمل فوق طاقته ان انا بسحبه، لا انا الحمام ده بدي له حقه وصوله قوي. وبعدين برضه بحرفه انا باخد حمام برميه بقى، انا عارف ان الحمام ده من هو بيترمي في الضهاوي وفي العصرات بيهرب بمنطقته اربع خمس محطات بيمشي، فما اجي انا ارميه هو اوريدي واخد على الكلام ده. بس انا ما بهمهمش، ممكن مجموعه ممكن نرميهم ثلاثه مع بعض، اثنين واحد لوحده يروح لوحده من غير ما يكون معاه اخواته، فالحمام بيبقى خلاص بقى كمبيوتر بتاعت اي ظرف هو عندك جامد. فانا نادرا ده ما بيحصل معايا، ما تحصلش. لكن وارد ان الحمام وارد في اي طبيعي غير حمام. الحمام بياخد في مكان، انا باخد مثلا كل يوم في الشرق، او الحمام بيت عليا كل يوم باخد في مكان. مثلا اقول لك حاجه، عندنا كان في سين بين الناس في منطقه عندنا احسانيه لنا احسن منها، في ناس كانت اسمهم الجزمجيه، كانوا بيرموا اولا يخشوا ياخدوا مثلا في الظاهر مثلا وحمام جامد وبيقابل في ناس، وكان ده بقى العصر الذهبي للحمام. الحمام ده اما غير وش الحمام لوحده، الحمام ده خد في العطوف او خد ناحيه الجمالية، الحمام بياخد كده خد كده، قال لي دي غير لازم يقص لك حمام في بدايه تغيير الاتجاه، لان الحمام ده يعني قال دي غير. بس الحمام من قوته واصحابه برضه شاطرين، الحمام ده فيه حمام باب بره ما تضربش. هو ليه مكانك على مجال ايه؟ مجال فيه بس 3000 حمامه وبيبقى 20 30 قوي مع بعض. دي غير الديره. طب اسالك سؤال تاني برضك فني قوي. اتفضل. في الموضوع ده ما خرجناش عنه. بتعرف ازاي فرد الحمام ده بط بره ولا كان حط وقام؟ الله الله. خليها في حلقه ثانيه؟ ولا خليها في حلقه ثانيه؟ دي من ضمن التركات. صعبه. لا لا لا، سؤال جميل وانا اجابه موجوده حالا. حلو. بس انا عشان برضه ما اشتتش الناس، ماشي هنتكلم كده. اخطاء بيقع فيها الغوار. تمام ماشي. بس وابتدي بقى انا ايه، حققت هدفي، الحمام ابتدى يمشي خلاص خدت، ابتدي بقى انا اتقل اولتي عشان اما اجي اخد اعرف اجر، ابتدي بقى اتفق مع حد المنطقه الثانيه، وابتدي بقى نستمتع كلنا بقى، ابتدي نمشي لحد ما نبتدي بقى احنا مع غياب الشمس نفتح، وكل يوم نأخر اللي بالليل كده كده الشمس غايبة، برمي خمسة برمي خمسة وخمسة خمسة وكده طبيعي كده كده النهار بإيه؟ بيطول والنهار والليل بيقصر، ابتدي بقى أنا أمشي مع الجو لحد ما أوصل ليفل في المشي عتمة إن المغرب تبدأ نفتح. في التفتيح أصلا قرب العشاء. والهم السيستم أقرب على كده وتبقى متعة غير عادية. وخد بالك أجمد اللي بيعرف عشان برضه تعرف منين، ده سؤال برضه، تعرف منين إن ده أجمد واحد فيهم؟ هو ده اجمد مس او احسن اوله او اجمد حمام في المنطقه بتريمي. الاوله اللي بتنزل في الاخر او تنزل في الاخر، يعني اخر واحد بينزل من المجال او اخر واحد بيقسم، لان هو ده اخر واحد عايز يطير، هو مش اطول نفس. اطول نفس، فهو حابب يكمل لسه في تاني، في جهد تاني. وبعدين يا استاذ عمرو احنا برضه عشان ما ننساهاش، الاوله
احنا كده الاولى حاجه والثانيه حاجه يعني لسه ما اتكلمناش على الكلام ده. لا يعني الكلام ده ما اتكلمناش فيه خالص يعني لسه احنا كده بنتكلم وصلنا للضلمه وحاجات تخص الضلمه تخص الضلمه وبنتكلم في حمام بقى يعني بنتكلم في طبيعه مثلا ايه حمام في جزء ناقص اللي هو الجزء الثانيه يعني خد بالك برضه هنجي لها دايركت كده وهنجي لها هتيجي لوحدها تمام. حمام اترمى اول سنه ثاني سنه وانا برضه مربي وبوصل لمرحله برضه بشوف الدنيا ماشيه ازاي هو سيستم ماشي تمام عندك بتلاقي الحمام ده مع الوقت بيكبر في السن اللي انت بترميه ده يوصل ل 3 4 5 سنين ده بتبتدي الحمل يبقى ثانيه عشان بس كده ما هوش سريع تبتدي الحمل اللي طلع من الضحاوه والعصرية وداخل الضلمه هو ده الاولى تبتدي بقى انت ايه هي بتيجي ورا بعض تيجي بدل ما كان عندك مثلا 40 50 بقى عندك مثلا 80 70 طبعا بيصفي حمام لحد ما يبقى عندك مثلا 100 حمامه 120 حمامه في غيه تلاقي مثلا نصهم حمام كبير ونصهم شباب صغيره تلاقيه متماسي وفي حاجه برضه طول ما احنا عندنا في الحمام يعني او ناس كبيره طول ما فرد الحمام عليه ريش فهو زغلول طول ما فرد الحمام عليه ريش فهو زغلول ما بيتنسيش عليه ان هو فرد حمام ده لحد ما يبقى ده زغلول صغير ودي ما فيش حاجه اسمها في غيط الحمام اصل طول ما اصل هو ايه الزغلول ما بتعملش دور هي في التشويط بس لا الزغلول بتدور ما هو عليه ريش ده بقول عليه اربعه ولا خمسه امال بتقول عليه شاب امتى؟ شاب ما يقفل خلص صمايه لما يصوم صوم ده كده بقى شاب مرحله الشباب مرحله الفتوه تمام لكن انا ما برمي حمام عليه ريش بياخد وبيجري وبيجي ينزل الدوره لا ما دي اسمها دوره اصل في بعض يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها زغلول مالوش لا هو الزغلول ده انا عليه ريش مش زغلول الصي اللي بيشوط تشويط حاجه وان الحمام يعمل دوره حاجه ثانيه هو بيعمل دوره على على على, على قده هو الدوره بتاعت حمام بترمي على الصلاه والدوره بتاعت حمام بترمي بس دي اسمها دوره هنسميها ايه؟ ففي حاجه اسمها الحمام اللي عليه ريش لا بيعمل دوره هو بترمي ضحاوه ازاي؟ ما برمي اولى ضحاوه الحمام ده كله صغير برضه منهم بحام عليه ريش ومنهم حمام بقى في الصنايه فطبيعي بيعمل دوره اول حتى ما بيجي يلموا نفسهم بيعملوا دوره ما هو بيعرف عشان ما يخش على نطاق ال وصلنا للحمام بياخد بره بيخش ياخد بتاع وابتدي بقى انا اوصل لمرحله بعد كده بقى تاني السنه ابتدي في حمام طالع من الضحاوه والعصاره وحاجتين ضلمه ابتدي بقى توجد لي ثانيه ابتدي بقى اقف على رجلي وابتدي بقى انا بقى عندي عده ابتدي بقى انا مثلا انا يعني بقى عندي اولى وعندي ثانيه وامتى ارمي الاولى والثانيه دي دورها ايه في الغيه انت مخلي دورها ايه؟ هل هي تدعيم قوات ولا هي انت بتنزل بيها حمامك ده هنتكلم فيه في حلقه ثانيه يا عظام تمام مع التركات اللي هتتكلم فيها ونربط ده بده عشان برضه ما نذكرش على الناس ونطول عليهم تمام ان شاء الله يعني نقدم الناس حاجه كويسه ان شاء الله مكملين قصتنا ان شاء الله بامر الله وانتظرونا بقى في الحلقات اللي جايه ومستنيين الدعم منكم وهنشوف الكومنتات ولو حد عنده اي سؤال عايز يساله يكتب في كومنت بنرد على كل الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.